انت عمرك ما عملتي خناقه؟ انت بتبتديش خناقه بس تاخدي حقك ازاي؟ انا انت بتكلمي على ايه؟ مع بتكلم اي حد؟ في العموم يعني، بتقولي في كذا طريقه، انا لقطتك بقى من جوه. ايه الطريقه اللي انا ممكن اخد بيها حقي من غير ما امد ايدي، من غير ما اتعصب؟ داليا البحيري بتاخد يا حقها ازاي؟ لا انا بتكلم وبقول لو في حاجه مضايقاني بتكلم وبقول على حد وانا واجهي. فير. لا انا فير، انا فير قوي، وبتكلم بال بيقولوا عليا نمكية، يعني بتكلم في الحق. ايوه يعني كذا حد بيقول انه انت طلباتك بتبقى صعبه شويه. لا انا طلباتي مش صعبه خالص. انا مفروض انت بتكلمي في ايه؟ في الشغل؟ في الشغل. لا انا بيتقال لا في البيت تدلعي يا حبيبتي. لا لا انا بس عايزه اقول في الحياه العمليه. لا انا في اللي بيقول عليا نمكية هو اللي ما بيحبش يعمل شغله صح. انما انا بالنسبه لاي منتج، لما انا ابقى نمكية واحافظ على شغلي، المنتج يحب ده جدا، لانه هو عايز الشغل يتعمل صح، عايز الاوردر يبدا في ميعاده. الناس اللي مش صح مش هتحب تشتغل معايا. الناس اللي بتتدلع في شغلها مش هيحبوا يشتغلوا معايا. انا ست بحب شغلي جدا، ملتزمه جدا، احب اجي قبل ميعاد الكاميرا بساعتين على الاقل. احب اخد وقتي، احب ابقى جاهزه اما ابقى داخله قدام الكاميرا، احتراما للعمال اللي وقفوا قدام، اللي جم بدري قبلي كمان من بيوتهم وصحيوا بدري علشان ييجوا قبلينا كلنا علشان يحضروا اللوكيشن. فانا لازم احترم العامل اللي جه ده وجاي من بيته بدري علشان يحضر اللوكيشن، فإذا أنا تأخرت عليه فأنا ما بحترموش. لو واحدة أخرتك عن التصوير بتتصرفي إزاي؟ يعني إحنا مفروض دلوقتي مثلا دليل إحنا إن لوكيشن مثلا 11، واحدة راح جاي مثلا مع طلاكي ساعتين تصوير، بتعملي إيه؟ لا هو أنا الحمد لله لما بيبقى فيه الأوردر أنا فيه ده ما بيحصلش الحمد لله، لانه انا بيخافوا منك؟ لا خالص. ولا بيعرفوا ان انت لا انه هم الناس انت بتحترم. يعني بتحبي الحاجه تطلع مظبوطه؟ لا يعني انا زمايلي لما كنا بنشتغل في اي عمل ايا كان، ببقى انا بصي ببقى انا الهد او مش عارفه اقولها ازاي، يعني ببقى انا المين كاركتر او انا الليدر يا جماعه. الليدر أيوه. الليدر لما الليدر بيبقى مش عايزه اقول ليدر، برضو كلمه سخيفه. لا ليه، خلي بالك يعني ان الليدر احسن من المانجر. ليدر وي فولو يو، يعني انا ممكن اتعلم منك انه ارد. مش عايزه اقول كلمه لان احنا العمل الفني عمل جماعي، بس لما تكوني بس واحد ظاهر كده بيقول لما تقولي انت العمل ده مثلا بطوله فلانه او المين اسم المين فلان، لما الاسم المين يبقى منضبط وبيجي في ميعاده وملتزم هو قدوة، هو ليدر فعلا، هتلاقي اي حد تاني نتبعه. مش بيتبعه حتى لانهم كلهم زمايل وعلى راسي. بيحترم ده وبيقدر ده ويتكسف انه يجي متاخر، فهتلاقي في انضباط من اول يوم تصوير. لو بدانا بالرايت فوت او بالقدم الصح او مظبوطين، هيفضل اللوكيشن مظبوط لاخر يوم. والحقيقة الحمد لله ده كان موجود في يوميات زوجة مفروسة. احنا الكاميرا الساعة 12 ماكسيمم 12 و10 بنكون دايرين، عشان كده عملتوا اربع اجزاء وكملتوا وكنتوا داخلين ما شاء الله في احنا الخامس. احنا كنا مفروض نخش في الخامس. ومفروض خلاص هدخلوا خامس ولا لا؟ ما فيش اي اخبار، ما فيش اي حاجة. كان في يعني بوتنشل يحصل وما حصلش.